الدنيا كلها في راسك. استريح منير استريح. وش فيك كذا مهموم؟ وش اللي ما فيني يا منير؟ انا اريد افتح مشروع بس خايف المشروع يفشل. خايف المشروع يفشل؟ اكيد كل مشروع له مطبات. انت بالهمة والارادة والصبر اكيد راح تنجح باذن الله. انت بس تصبر، ما عليك الا بالصبر ان شاء الله. الله يسمع منك. هل تخطط لعمل مشروع ما وتخاف من الفشل؟ لا عليك، مركز الأعمال بكلية التقنية بنزوة يوفر لك سبل النجاح من خلال دورات تأهيلية في عمل الخطة للمشروع، التواصل مع جهات المعنية، دورات في الكمبيوتر والتسويق والمحاسبة وغيرها من الخدمات. سارعوا الآن للتسجيل في مركز الأعمال بكلية التقنية بنزوة. وينك عبيد وينك؟ أنا لازم أتصل بيك وأخبرك باللي سمعته. الو، مرحبا وسهلا. وانت وين؟ بس جميل، الحين جاينك الكليه ان شاء الله، في مركز اعمال افتتح في الكليه وراح يساعدنا على حل مشكله. تمام، ولا يهمك، حياك. هذه مشكله يا عبيد. اليوم تخرجنا من الكلية التقنية. الحمد لله يا أخوي يا منير، تخرجنا فوق هذا، حصلنا على شهادة نقدر نفتح بها مشاريعنا الخاصة ندخل بها سوق الأعمال، وهذا الشيء أكيد يعود لمركز الأعمال.